ايوه ايوه مين معايا؟ مين الشيخ ده؟ يا استاذي يا استاذي الكبير جدا جدا جدا، انا عمال احكي ازاي يوم الاختبار في النادي الاهلي، وان حضرتك سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان انا موجود لحد دلوقتي مدرب النادي الاهلي ومدرب المنتخبات ولعيب في النادي الاهلي ولعيب في نادي الترسانه. ربنا جعلك سبب في ان انا اكون عندي الرحله دي في حياتي. كابتن احمد اجي ايوه حبيبي يا كابتن احمد، والله ده انت اللي حبيبي جدا. بتاعك دايما في كل المنتخبات والانديه قبل كده، طبعا في الانديه وعامل جهد عظيم و يعني خبره رائعه جدا في هذا المجال، وخلقا يعني طبعا انت من المميزين جدا. ربنا يكرمك يا رب ويديك الصح، ودايما تعطي من اخلاقك ومن قدراتك ومن فنك، والناس كلها يعني تستفيد منك بشكل كبير ان شاء الله تعالى. يا شيخ طه منور والله دايما قناه الاهلي، ومنور طبعا اي مكان حضرتك بتبقى فيه، يعني دايما من الناس اللي الواحد بيحب يتفرج عليها، بيحب يستمع للنصائح اللي حضرتك بتتكلم، بيحب طريقه كلامك، كلنا يعني دايما بالنسبه لنا وسعداء جدا بوجودك معانا يا شيخ طه. استاذنا وابونا وكل حاجه حلوه. يا حبيبي الله يخليك حبيبي، يعني انا سعيد طبعا بالمداخله ديت سعيد فيها طبعا، ذكريات جميله جدا، والناس الحياه الرياضيه في مصر في فترات مختلفه، وما زالت تعطي كثيره سواء في يا شيخ طه. بعد اذنك ممكن تيجي يمين او شمال شويه عشان الصوت بس بيقطع. لا ما عندش الشبكه عندي بشكل تاني، انا اكلم ناس كتير واقعد اكلم وهم مش سامعيني وانا لا سامعين حضرتك دلوقتي. لا كويس، اتفضل يا ريس اتفضل. سامعين حضرتك، احنا عايزين نسمعك اساسا. الو طب حاولوا تجيبوا لنا الشيخ طه تاني يا شباب بعد اذنك. شرف ان انت تبقى معانا على التليفون يعني. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. كابتن ناجي بقى قال لي كلمتين كده، قال لي ان حضرتك استقبلته على طول، قال لي بص يا اسلام، الشيخ طه عمره ما بيكذب في حياته. طبعا. فقال لي بس هو كذب كذبه بيضاء قد كده صغيره في الحلقه في الموضوع ده، قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي الشباب اللي بتوع كفر الدوار اللي كانوا معاه ان هو ايه، كابتن احمد ناجي عنده اهله موجودين هنا، فاحنا هناخد احمد ناجي عشان ما تزعلش يعني بقيه الشباب يا كابتن طه. لا موضوع الاختبارات ده بيبقى طبعا على اللي بتمشيه بيبقى صعب عليه شويه طبعا، وخصوصا من النادي الاهلي، محتاج طبعا انك انت تراضيه برضه كلمتين وهو ماشي عشان ما يبقاش عنده يعني مش ماشي زعلان، ما اختاروش لان ما هوش كويس ولا حاجه، لكن يعني حاجه زي كده تبقى مطلوبه انك انت بتراضيه اللي ماشي طبعا، في نفس الوقت طبعا تختار الافضل، مش عايز كلام يعني. يعني اتفضل. احمد ناجي طبعا كان رائع طول عمره يعني، من بدايته قامته طويله وامكانياته عظيمه جدا، وطبعا هو يعني لعب في النادي الاهلي عمل شغل كويس جدا، يعني وحتى تدريبيا الان برضه يعني راجل لامع جدا مع المنتخبات وعمل شغل عظيم جدا، له سياسه جميله خلقيا مع اللعيبه واجتذابهم وفي تدريبهم واعطائهم الحافز للشغل التدريبات، وحاجه يعني جميله. لذلك انا يعني حضرتك علمتنا كل الحاجات دي، فاحنا اذا كان في فضل بعد ربنا فليك، واللي احنا عشنا احلى فترات عمرنا تحت قيادتكم وتعليمكم، كل الفتره اللي كان حضرتك والدكتور عمرو ابو المجد وكابتن عوضين رحمه الله عليه، دكتور ابراهيم شعلان، كابتن محمدين، كابتن فتحي نصير، كل الناس دي احنا اتعلمنا، كابتن مفتي، كلهم انت ذكرت ناس افاضل طبعا، يعني ناس محترمين جدا وعملوا شغل كويس، لكن ايضا برضو اللاعب بكفاءته بامكانياته برضو بيساعد الناس اللي بتختار، يعني اكيد ما بيختاروش مجامله، يعني بيختاروا بناء على امكانياته، وهو بيساعد نفسه برضو، وده الشغل اللي انت ما عملته طول حياتك، وبعد كده انت ساعدت نفسك في شغلك وفي لعبك وفي تدريبك بعد كده لما دربت، ودايما البني ادم يعني بيبقى محتاج دعم الى حد ما، لكن هو امكانياته هي اللي بتساعده بعد كده، وطموحه الحمد لله وثبات مستواه ورغبته في التحسن.
باستمرار، كل دي عوامل مهمه جدا، ودي كانت موجوده يعني. انت يعني استحوذت على كل هذه الصفات طول حياتك، ربنا يخليك، وبعد كده كلاعب وكمدرب، الان مدرب عظيم لمدربي المنتخبات على لعب اجيال كبيره من اللعيبه الجيدين جدا الحراس يعني. حاجه انت مثل كبير يعني للناس المكافحين المجتهدين المحترفين، يعني اللي بيشتغل شغل احترافي دايما هو المجهود الكبير، ملتزم التزام كبير طول حياته، ولعيب ومدرب، فانت نموذج مشرف الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضل ربنا وفضل حضرتك. انا الشاطر يعني طبعا، يمكن انا ما تعاملتش معاه في الكوره يعني، لكن انا كنت بشاهده وهو بيلعب باك رايت، وحاجه عظيمه جدا ان ما شفتوش النادي الاهلي قبل النادي الاهلي برضه مع عيني وقبل كده يعني، فكان باك عظيم جدا وباك عصري في وقت يمكن كان لسه الاحتكاك الفرق الاوروبيه مش موجود عشان نشوف ازاي بيشتغلوا، لكن باك يهاجم ويدافع وعنده مهارات عاليه، مش باك مجرد يشوط كرات طويله ولا كلام من ده، لا يعني يقدر في المواقف يتخلص ويزيد في الاوقات ويدعم المهاجمين، وشيء عظيم يعني. انتوا اثنين من العظيم من المثل اللي يعني اثرت حياه الكوره وفي النادي الاهلي على وجه الخصوص ثم في المنتخبات. وانا سعيد بالمكالمه ديت سعاده كبيره جدا، لانها ترجعني لسنين كبيره في السبعينات، يمكن الفتره ايوه 78 و79 الاختيارات طبعا بترجعني لهذه الفتره، ودي يعني البني ادم طبعا بيمر مراحل، وهذه المراحل كل ما يتصل بمجموعه من هذه المرحله، انا عندي بقى مراحل كتير يعني. طبعا طبعا ربنا يديك الصحه يا رب. فمصنف بقى الناس اللي بقى يعني اشتغلت معاهم مثلا في السبعينات في الثمانينات وهكذا، وبيذكروني بهذه الذكريات الجميله، وانا سعيد. بتفتكر يا شيخ طه الكلام ده كله ولا لا؟ بتفتكر المواقف يعني دي كلها؟ طبعا كل ما المواقف ما بتبقى محفوره في الذاكره. ربنا يديك الصحه يا رب. ده هي بتذكر الواحد بفترات جميله جدا، بايام حلوه وبعدين انا مش عايز اقول يعني مثلا فترات كانت اجمل مثلا من الان، لكن هي كانت الفترات في الاول جميله وفطريه، ويعني ما فيش فيها المشاكل اللي موجوده الان. الان برضو العلاقات والمشاكل اللي موجوده في الكوره كلها مصعبه العمليه، مش مسهله الناس مع بعضها. ايوه يعني سوشيال ميديا، انما قبل كده كانت عفويه، الناس عندها خلق من نفسها، ما فيش حاجه اسمها محترف ولا غير محترف، هو محترف من نفسه وملتزم بصرف النظر عن ما كانش فيه احتراف. لكن كلها اجيال الواحد سعد بيها سعاده كبيره جدا، وكل ما بتذكرها طبعا بتدي له جزء من حياته اللي عاشها مع الناس، وبيسعد بيها وبيسعد بالناس اللي كانوا معاه فيها، وانتم من الناس الافاضل. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا رب. ومتابعكم دلوقتي سواء في الاعلام اسلام، ربنا يخليك، في الناس الاهلي او في مجالات اخرى في الاعلام، حاجه جميله، وفي فيديوهات بشوفها له دايما وتصريحات وحاجات زي كده جميله، وفي القناه نفسها. واحمد طبعا في المنتخبات على طول، احنا متابعين يعني الشغل اللي بيشتغلوا مع المدربين، حاجه عظيمه يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا فندم. يعني احنا بنشكرك جدا يا شيخ طه، وسعداء جدا جدا ان حضرتك تكون معانا، وحضرتك ستظل دائما رمز لينا جميعا يعني كلنا كاهلاويه وكل مصر مش لينا بس يعني. والله انا سعيد بيكم سعاده كبيره جدا، وربنا يوفقكم دايما ودايما متتبعينكم يعني طول ما احنا عايشين بنتتبع. ربنا يديك الصحه. احبابنا كلها اللي مرت علينا كلها، ونسال ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا يا شيخ طه. شكرا يا حبيبي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، حاجه جميله، ناس راقية كده في التعامل. احنا زي ما انت